صحيا الآن تعمل المؤسسة العمومية لصحة الجوارية بولاية تندوف على ضمان العلاج والفحوصات الطبية للمرضى بمنازلهم، وذلك بتخصيص فرق طبية متنقلة تجوب مختلف الأحياء لتقديم العلاج ومرافقة المرضى العاجزين عن التنقل إلى المستشفيات. محمد الجروب رصد التالي. خصصت في هذا المجال فرقة طبية مع سيارة إسعاف لتجوب أو تتنقل إلى المرضى المتواجدين على مستوى منازلهم الذين لا يستطيعون التنقل إلى المستشفى من أجل العلاج ومن أجل الفحوصات الطبية. نحن نقوم بزيارة أكثر من 100 مريض، والخرجات خارجة كل يوم. لما ينادي المريض يديكلاري عند المصلحة المؤسسة العمومية للصحة الجوارية، نوفر عليه على التنقل إلى المستشفى، ونأتي إليه ونأتي بالطبيب ونرى كل ما يستحق المريض، نوفر له العلاجات الذي يستحق.